بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. لو أنت اتقرر لك تعمل عملية دعامة، في كتير من الناس بيترددوا وبيبقوا خايفين، وأنا بوجه هذا الفيديو ليهم خصيصا، وعايز أقول له أنت طبعا لك الحق في أنك أنت تخاف وتقلق، لأن كلمة جراحة أساسا كلمة بتبقى بتخوف كتير من الناس. أي حد يخاف لما يسمع كلمة جراحة، فما بالنا بقى إذا كانت جراحة في مكان حساس. لكن عايز أقول لهم برضو بعض الجمل التي تساعدهم على اتخاذ القرار، وهي: إذا كان قرار اتخاذ الدعامة مبني على أساس علمي سليم، بعد ما عملت الفحوصات اللازمة وتأكد أنه لا يوجد حل بديل غير الدعامة، وأن الدعامة هي الحل الأخير لمشكلتك بعد ما جربت كل الحيل الأخرى، فساعتها يبقى أنت قرارك أنك أنت تعمل العملية ولا لأ أصبح لا محل له. يعني في بس نوع من الخوف والقلق ليس إلا، لكن قرار خلاص انتهى لازم تعملها. طيب انت متخوف من ايه؟ متخوف من نتائج العملية، خصوصا مرضى السكر كتير، او مرضى السكر بيقول بس انا عشان مريض سكر، اصل انا خايف من الجرح والعملية عشان انا مريض سكر، يا ترى تنفع لمريض السكر؟ يعني كل مشكلة مع مرضى السكر او اي مريض باي حاجة اخرى مصاحبة بطمنه واقول له والله العملية دي اصلها معروفة نهايتها، هي عملية بسيطة جدا، انت بتفتح في الجلد بتلاقي قدامك حاجة لونها أبيض اسمها الغلاف بتاع النسيج، ما بتفتحش النسيج نفسه وبتزرعها تحت هذا الغلاف، يعني بالعربي كأنك فاتح فتحة في الجلد في أي مكان من الجسم. هل في خطورة في هذا الموضوع؟ يعني ما فيهاش المخاطرة اللي أنت خايف منها، لا تودي بحياة المريض مثلا، ولا تؤثر عليه، ولا تحدث له مشكلة مثلا خاصة بأجهزة الجسم الأخرى، القلب ولا الرئة ولا حتى لو كان مريض بالقلب، حتى لو كان مريض عامل زراعة كلى، حتى أيا كان المرض المصاحب، لا توجد خطورة من هذه الجراحة بمفهوم الخطورة. يعني إحنا بيجي لنا مرضى في عرف الطب لو هيجرى لهم جراحات أخرى ما كناش نقدر نعملها، بنعمل العملية دي ببساطة شديدة والعام بيروح عادي بدون أي مشاكل. يبقى إذا خطورة العملية نفسها ليس منها أي خطورة، أنت خايف من كده؟ لا مفيش لها خطورة. خايف من مضاعفات؟ إيه أقصى مضاعفات ممكن تحصل؟ يحصل التهاب مثلا وصديد ونشيل الدعامة؟ ليس منها أي خطورة، لكن لما بيحصل الموضوع أبسط من الخيال حقيقة، يعني ما هواش حدوتة تستدعي إنك أنت تفكر وتتردد وتبقى خايف ومرعوب وتقول أصل فلان قال لي وفلان عاد لي، أبدا. ما دام القرار وده القرار الوحيد، بص بقى للجزء الحلو بعد العملية، ان انت رجعت لك حياتك بشكل طبيعي، ان انت هتبقى ترجع شخص رافع راسك كما كنت زمان، ترجع تمارس حياتك الجنسيه وتعيد السعاده الى اسرتك بشكل كما كان مسبقا قبل ما يحصل هذا الضعف. بص لهذا الجزء، قرب بالجزء اللي هو فيه مخاوف، تلاقي المخاوف لا تكاد لا تذكر ولا تستحق منك كل هذا العناء. فالرساله اللي بوجهها له بقول له اطمئن تماما، طالما ان القرار سليم ومدروس، وتاكد تماما ان العمليه ملهاش مخاطر بالمفهوم، مضاعفاتها بسيطة جدا، تغلب عليها سهل جدا، لا يوجد منها خطورة على الحياة ولا خطورة على الشخص ولا أجهزة الجسم ولا على أي شيء. الموضوع بسيط جدا وأبسط من الخيال. وعايز أقول له رسالة أخرى، أقول له مريض القلب يعلم جيدا وهو داخل يعمل عملية قلب مفتوح أن نسبة الوفاة محققة بنسبة تزيد عن 70-80%، وبالرغم من كده بيعملها لأنه يعلم أنها الوسيلة الوحيدة لعلاجه. شوف بقى المقارنة، يعني هو عارف ان الوسيلة الوحيدة للعلاج وبيعملها، هو عارف نسبة الوفاة فيها محققة، فما بالك انت داخل على عملية هاش المضاعفات الخطيرة، المضاعفات الخطيرة اللي هي زي مثلا مريض القلب او الى اخره، لا حاجة بسيطة لا تذكر، اقصى مضاعفات تحصل ان احنا نشيل الدعامة نرميها، هي دي اقصى مضاعفات. فبالنسبة لك انت مفيش خطورة تستدعي انك انت تتردد، والقرار بالنسبة لك اذا اتخذ على اساس سليم فتوكل على الله ولا تتردد. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.